على غرار العديد من المناطق الجنوبية التي تشهد ارتفاعاً محسوساً في درجة الحرارة، عين صالح اليوم على الساعة 11 صباحاً خالية على عروشها لسببين اثنين: فرض حظر تجوال في الشوارع الرئيسية والثانوية التي كانت تشهد في الأعياد الماضية حركية واسعة لسبب الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة. راك تشوف في مدينة عين صالح اليوم عيدنا إن شاء الله مع احترام كل الأمور تاع الحجر الصحي والوقاية هذه اللي رانا فيها من مرض تاع كورونا، مع درجة الحرارة شوف راهي مرتفعة اليوم، والحمد لله وفات العيد الحمد لله وتبارك الله وعيدنا لاباس والحمد لله يا ربي الحمد إن شاء الله برب. وشي طبيعي مع الحجر اللي فرضوا علينا، هو أصلا بطبيعة الحال من 9 للسبعة نتاع من 9 صباحا إلى 7 مساء في عين صالح، راك حاجر روحك طبيعي، حجر طبيعي ما تقدرش تخرج. خالية جدا بطبيعة الحال مع درجة الحرارة مرتفعة جدا. كما شاهدتم معنا معظم الشوارع الرئيسية والثانوية بالمقاطعة الإدارية خالية على عروشها لسببين رئيسيين، أنا وهو الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة والاحتياطات الصحية من وباء كورونا. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. حاج عبد الرزاق، مراسل قناة النهر.